مرحبا سيدنا الغالي. حياكم الله، نور عيني، اقر الله عينك ان شاء الله تعالى، الله يحفظكم ان شاء الله. حقيقة نشتاق لهذه الأصوات الطاهرة الكريمة التي هي دخلت إلى عالم التشيع فأنارت به وزادته ورقة. بصراحة أنا أريد أن يعني أقدم رسالة. نعم أحسنتم. أبعث رسالة إلى هؤلاء، أولا إلى المخالفين وإلى يعني شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. نحن نقول لهم أيها المؤمنون، أيها الناس جميعا، الحقيقة واضحة ولا يمكننا أن ننهزم أمام الحقيقة. حسنت. أن نقف ثابتين وأن نتقبل هذه الحقيقة بصدر رحب. للمخالفين نقول لهم هيهات هيهات مما توعدون. الله. لا يمكنكم أن تطفئوا نور الله بأفواهكم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نحن لا نريد أن نكفر أحدا ولا أن نعتدي على أحد، إنما رسالتنا في هذه الحياة ورسالة إخواني في صوت العترة وقناة فدك والشيخ الحبيب ياسر الحبيب وثلة المؤمنة الذين نذروا أنفسهم في سبيل الحق وإظهار الحقيقة. وأية حقيقة هذه الحقيقة؟ إنما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى وحقيقة آل بيت رسوله صلى الله تعالى عليه وآله. إلى أين تفرون؟ إلى أين تذهبون؟ الله سبحانه وتعالى لا يمكن محاربته. الله. أنتم ترون في صحاحكم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف تحاربون أولياء الله؟ ومن هم أولياء الله سوى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه رسالة لكم ودعوة لكم من الذي أعلن تشيعه وتبرأ من الطواغيت والجبابرة. هنيئا لك. وكنت في قيود وكنت تحت ضغط وكنت تحت عزمة والله عقائدية والله دينية والله أخلاقية، إنما اهتديت إلى هذا المذهب، إلى هذا الطريق لله. الحق الذي أعلنه بكل صراحة ووضوح. إنما كنا في قيود وفي أغلال أولئك الجبابرة والطغاة والمتكبرين الذين أعلنوا حربهم ضد الله وضد رسوله وضد آل بيته المعصومين الذين طهرهم الله تطهيرا من كل دنس. رسالة لكم ودعوة أخوية. إن سوف تقولون إني مستفاد، والله على ما أقول وكيل، الله على ما أقول وكيل. أجعل آخرتي بيني وبينكم، مصيري بين وبينكم، عقيدتي بين وبينكم، إني غير مستفاد وغير مروج إلى أي طائفة، إلى أي شخصية، إلى أي مرجعية لكي تكونوا مرتاحين. إني لا أروج ولا أعلن ولا أسوق إلى أي جهة وإلى أي طرف، إنما أسوق إلى الحقيقة، وما وجدت الحقيقة إلا عند هؤلاء. ما شاء الله. هؤلاء الأبرار الذين نروا أنفسهم، الذين جندوا أنفسهم في إظهار الحق والحقيقة. أيها السادة، أيها الإخوة، هذه رسالة إلى المخالفين. أما الرسالة إلى أبناء جلدتنا، إلى هؤلاء، أين تذهبون أنتم؟ إلى أي واد تسيرون؟ إلى أي طريق تذهبون؟ أعظم وأدهى هؤلاء. لا طريق لك. كل الطرق مسدودة، كل الطرق مسدودة، وهذا بالبحث والاستقراء والنص والدليل القاطع الذي يقطع الرقاب والذي يكسر الظهور الظالمين. إنما الطريق هو طريق محمد وآل محمد. الله 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 الله. أي طريق هذا؟ طريق النور، طريق إذا تريدون السلفية ففي طريق محمد وولاية آل محمد السلفية، إذا أردتم الصوفية وفي طريقهم أيضا التصوف وكل الأخلاق وكل التزكية. إذا تبحثون الدين الدنيا والآخرة في طريق آل محمد الدنيا والآخرة. أجد. لكم العز الدنيا والآخرة. نحن لا يهمنا. إذا هذه دعوة إلى أبناء جلدتنا، إلى الذين ينتسبون إلى هذه النحلة، النحلة المحمدية. أقول لكم السياسة لا تنفع. سمت. والسياسة لا دين لها. إذا قلتم بمجرد
ربما تقولون هذه سياسة، لكن سياسة الرعناء وسياسة فاشلة حينما تغيرون شعار لبيك يا حسين لبيك إلى لبيك يا عراق. كلنا فداء لتربة العراق، عراق أمير المؤمنين وعراق الحسن والحسين وعراق العباس وعراق كربلاء، كلنا فداء إلى هذه التربة الطاهرة التي طهرها والتي قدسها الله سبحانه وتعالى. نحن لا يساومنا ولا يزايد على وطنيتنا وعلى انتمائنا إلى بلدنا أبدا وإطلاقا. والإخوة معي أيضا يشاركونني هذه المشاعر. أيها الإخوة، حينما غيرتم هذا الشعار إنما كانت ماذا؟ انتكاسة. الله. انتكاسة وجرح لقلب إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف. عجل الله فرجه الشريف. يا رب العالمين، يا رب العالمين، إني أدعوك أن تنصر شيعة أمير المؤمنين. يا الله. لبيك يا حسين. لبيك تقولون يا حسين. هذه طائفية، تقولون هذه طائفية. إذا المهدي عجل الله فرجه، مهدي هذه الأمة، حينما يرفع لواءه يا لثارات الحسين، سوف نقول له أنك طائفي. سنت. الله الله الله. ما هذا؟ ما هذا إلى جميع الجهات الذين اعترضوا والذين وافقوا؟ سوف يدانون، نعم سوف يدانون حينما وافقوا وبدلوا على شعار لبيك يا حسين إلى لبيك يا عراق، أو إلى لبيك يا أنبار، أو إلى لبيك صلاح الدين. هذه سفاهة، هذه سفاهة في التفكير، سفاهة في الانتماء. تدعون أنكم متشيعين، أين حبكم؟ التشيع ليس ادعاء، التشيع ليس ابتداع. ربما توافقونني أو تخالفونني، ولكن التشيع هو العمل، هو الانتماء، هو الصدق، هو المحبة، هو الولاء، البراءة والولاء. كلمة التوحيد أيها الإخوة كلمة براءة وكلمة ولاء. لا إله كلمة براءة، إلا الله كلمة ولاء. الله. وافقني من وافقني أو خالفني من خالفني، هذه هي الحقيقة. فلنكن شجعانا، فلنكن شجعانا نتقبل الحقيقة برحب صدر. تحياتي وإجلالا وإكبارا إلى قناتكم، وعلى رأس هذه القناة شيخنا الغالي الحبيب ياسر الحبيب، تحياتي له. والله إني أحبه لله لا إلى دنيا والله. وأحبكم أيضا أنتم يا سادة الكرام، أيها الأساتذة، يا دكتور الله يحفظكم شيخنا الكادر، أيها الإخوة في القناة، والله من قلبي، من صميم قلبي، إني أحبكم. ونحن كذلك والله. أريد أن والله إني أريد أن أخدمكم خدمة رموش عيني. ما شاء الله، سلمت العين وصاحبها. بدون مجاملة، بدون مجاملة، بدون مجاملة، يشهد الله. لو أن لو 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 فيه وقت وفيه مجال إني لأفصحت عن هويتي، ويأتي يوم إن شاء الله، يأتي يوم، أنا ممكن أنه يأتي يوم، أنني لست اعتبارا حينما أدعي أني من كبار علماء المخالفين. والله هذا ليس ادعاء. هنيئا لك. الكتب التراجم تشهد بأنني من كبار علماء. ما شاء الله. ما شاء الله. والله العظيم، والحمد لله لي بحوث ولي مؤلفات، وأنا من كبار فقهائهم، ولكن الذي بحثي للحقيقة، بحثي للحقيقة فقط، هو الذي هداني إلى هذا الطريق ومن خلال قناتكم. مبارك الله فيكم وأدرى للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. ما شاء الله. شيخنا الفاضل، كلمة مدوية عصماء. يا مدوية، سمعت، هل سمعت الشموخ والعزة والإباء في هذا، في نبرات هذا الله الصوت؟ الله أكبر. رأيت كيف استكباره وأجلاله واستعظامه؟ رأيت كيف حبه واشتياقه للشهادة؟ هذا رأيت كيف نداءه؟ هذا ما ندعو. أي والله. البترية. رأيت رسالته هذه التي أخرست، والله أخرست ألسنة البكرية وحجج البترية. رأيت هذا الشموخ والعطاء منه. هنيئا لك. هذه القوة والشجاعة الحيدرية التي أنت عليها، وإن شاء الله ستكون أنت أحد أركاننا وعون لنا إن شاء الله، والخير فيك إن شاء الله تعالى. محمد، عندنا اتصال.